بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في أول يومين تم الاجتماع المجموعة الخليجية يوم أمس بكامل أعضائها، والله الحمد تم الاتفاق على كل الأمور فيما يتعلق بالشواغر، وبعد وكانت برئاسة الكويت. بعد ذلك كان هناك الاجتماع التنسيقي العربي، وأخواننا في قطر والبحرين مرشحين هم فازوا لمن هذه الشواغر. واليوم أيضا الكويت ترأست بناء على طلب غالبية أعضاء المجموعة الإسلامية، ترأست الاجتماع وتم التنسيق في للعديد من الأمور قبل اجتماع الجمعية العامة، وأيضا تم الاتفاق على التنسيق لبن طارق يقدم في الاجتماع القادم في جنيف، على أن تقوم الأمانة العامة بإخبار الدول الأعضاء الدول الإسلامية جميعا بأن يتم التنسيق مع المجامع الجيوسياسية الأخرى حتى نستطيع أن نمرر هذا البند مثل ما مررنا في السابق بند الروهينجا وبند رفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. سيتم الاتفاق على بند طارق إن شاء الله في الاجتماع القادم. كل الشكر والتقدير لكافة أعضاء ومنتسبي وفد الكويت، وإن شاء الله بكرة الاجتماع الرئيسي للجمعية العامة والمجلس الحاكم.